مساء الخير. بكره 13 نيسان ذكرى ال 49 للحرب الاهليه اللبنانيه اللي راح ضحيتها حوالي 100,000 لبناني على اثر حادثه بوسطه عين الرمان الشهيره اللي كانت الشراره اللي الهبت البلد بحرب طويله استمرت 15 سنه ليرجع لبنان يسترجع بعدها استقراره السياسي والامني من دون ما يسترجع شعبه سلامه الحقيقي. وعشيه هالذكرى اللي بيستذكروها اللبنانيين تحت شعار تنذكر ما تنعاد، اجت اليوم حادثه استشهاد المسؤول بحزب القوات اللبنانيه بجبال باسكال سليمان لتطرح كثير من علامات الاستفهام وتثير المخاوف بل الرعب من انه تشعل هيك حوادث فتيل حرب اهليه باي لحظه. حرب ال 75 ما كانت وليده ساعتها بل كانت متوقعه وكانت مخطط لها. وكل اللي شاركوا فيها كانوا بيعرفوا انها رح تصير باي لحظه، خصوصا انه سبقتها حوادث متنقله من العام 69 كانوا اطرافها بالبدايه مسلحين فلسطينيين ولبنانيين، وبلغت ذروتها بالاشتباكات بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينيه بمخيمات بيروت عام 73 واللي انتهت بتكريس سلاح الفلسطيني بالمخيمات بعد ضغوط داخليه وخارجيه. واليوم فتحت جريمه اغتيال الشهيد باسكال سليمان أكثر من جرح على أكثر من باب. البلد بلج رئيس جمهورية والدولة بلا هيبة، وعصابات القتل والتشليح منتشرة من أقصى الجنوب لأقصى الشمال وبتمارس إجرامها من دون روادع بوقت إسرائيل عم بتهدد باجتياح جديد للبنان. وبمقارنة بسيطة بين مشهد اليوم والمشهد عشية الحرب الأهلية ما منلاقي فوارق أساسية، فالبلد بعده على حاله ومنقدر بسهولة نحكي عن خطر الحرب الأهلية المتصاعد مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بحرب على لبنان اللي صار مشرع لحروب الآخرين على أرضه وترك حالة التروما نفسية بعدهم اللبنانيين عايشينها حتى اليوم. وحتى تنذكر ما تنعاد خصصنا حلقة الليلة من حقك بإيدك لنرجع نستذكر مقاس الحرب وبشاعتها ونتعلم من دروس الماضي، نوقف هالمسار التدميري وتنوصل سوا لنقطة التقاء داخلية تجنبنا الدخول بأتون حرب مدمرة. رحبوا معي مشاهدينا بضيوفي بالاستوديو، نائب رئيس محاربون من أجل السلام أستاذ أسعد شفتري، أهلا وسهلا فيك. مؤسس حركة السلام الدايم ورئيس حزب الخضر أستاذ فادي أبا علام، أهلا وسهلا فيك. ورئيسة مركز البيطار للعلاج النفسي والرعاية الصحية بصيدا المعالجة النفسية دكتور نورما حلو بيطار، أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم ضيوفي. بدي اول شيء اعزيكم وعزي كل اللبنانيين، يعني اللي عم بيصير اليوم مثل ما قلت عم يرجعنا لذكريات ما كثير بنحب نسترجعها. بخوفنا. بدي اول شيء اسالكم، يعني بلش معك استاذ اسعد، يعني شو رايك اول شيء باللي قلته؟ وهل اليوم يعني حضرتك شاركت بالحرب الاهليه وجاي تعطينا خبرتك بهذا الموضوع؟ وبهمني تقول لي يعني اليوم هل اللي عم نعيشه بذكرنا او بخلينا نحس انه نحن عن جد على مشارف او بخطر انه نقدم على حرب اهليه؟ انا اول شيء بدي اشكرك على استقبالك وعلى المبادره لليله 13 نيسان. يعني حقيقه تفضلتي انت وعم تقولي، قلتي شغلتين بنقضوا بعضهم، قلتي انه بلشت الحرب الاهليه ب 13 نيسان، رجعتي بعدين ضمن الحديث قلتي انه كل العالم عارفه وكذا. مشان هيك انا عاده بس احكي او ببليك بقول انه انا حرب الاهليه بلشت بس بلشوا يخوفوني من حدا تاني. ايه موجود معي بلبنان. يعني قبل ما تصير بال 85 قبل حادثه بوسطة عن الرمان، يعني بس كان عمري 19 سنه واكتشفت انه في اخر لازم خاف منه. وبرايي كلنا اليوم خايفين من بعضنا، في بعبع خايفين منه. كنتوا عارفين وخايفين انه رح نوصل له؟ كانت الاجواء واضحه انه نتفي رايحين باتجاهها يعني. بس ما كان حدا منتظر انه تخرب الدوله، وخراب الدولة هو اللي وصل لهالفرطة يلي أدت لاقتتال الناس ببعضها. يعني أنا اللي بدي أقوله هو التالي، حقيقة لبنان هو البلد الوحيد يلي بعده بيتذكر بداية حرب أهلية مش بيحتفل بنهاية حرب أهلية.
عادة الشعوب بدك قربوا الشعوب عادة تحتفل الشعوب عادة تحتفل بنهاية الحروب الأهلية. نحن بعدنا لليوم نتذكر البداية بس ما نعرف أي نهار لازم نحتفل بنهايتها. وهذا سمبتوم خطير خطير كتير يعني، وربما لازم نبحث بشو لازم نعمل حتى نكرس العمل لنهاية حرب أهلية. هيدا الشيء رح نحكي فيه بالجزء الثاني، بس بداية خبرني يعني أستاذ أسعد، إذا بدي أرجع معك بالزمن لورا لوقت الحرب أو قبل الحرب، خبرنا يعني شو اللي عشتوه، شو اللي خليك تفوت بالحرب؟ أنا يعني البوادر كانت مبلشة من نحن وصغار، يعني مثل ما تفضلت وقلت بال 69 شو صار بالدكوانة بين الفلسطينية والكتائب وقتها ومع الجيش، بلش يصير في اشتباكات لحد صيف 73. أنا صيف 73 هو يلي رعبني أنا وغيري من عمرنا ومن رفقاتي ومن كذا، وخلينا حقيقة نبلش نفتش على شيء تنحمي نفسنا. شو كان عم بيصير؟ شو اللي رعبكم؟ الاشتباكات كانت عم بتصير بين الجيش والفلسطينية. وقت الجيش منع من انه يضبط الاوضاع يعني، وانطلب منه يرجع على سكناته، لإلي كانت هيدي الإشارة انه ما بقى حدا قادر يحمي بلدنا. والحمد لله انه هلا بلبنان مش هاي الحاله، الحمد لله الجيش موجود وماكين وما في اشير ابدا انه بحاله خطر انه ينقسم. لا اكيد بنوجه له تحيه كثير كبيره. اكيد اكيد لانه لولا صرنا مارقين بكذا حادث يعني من ال 2000 لليوم، هو وجوده يلي عم يضبط الاوضاع يعني. بوقت شو قررتوا شو بدكم تتسلحوا؟ الفكرة ما كانت انه اي شيء هجومي، بدي دافع عن نفسي مثل ما اليوم كل واحد كل جهة اليوم بتقول انه بدي احضر حالي تدافع عن نفسي. بس فكرة الدفاع عن النفس اوريدي بس نوصل، يعني كل واحد بده ياخذ حقه بايده. شعار هالحلقة هالبرنامج كتير منيح إلا لليلة ولا الحكي عن لا أكيد نحن نحن عنوان الحلقة هو تاخد حقك بالقانون. ما هذا عم بقلك جستو، ما هذا عم بقلك إياه يعني إنه نهار يلي كل واحد بده يفتكر ياخد حقه بإيده بخارج القانون تخرب الدنيا. وهذا يلي كان عم يصير وقتها ويلي ما لازم اليوم يرجع يتكرر نفتكر فيه أبدا. بوجود دولة وسلطة وإلى آخره ممنوع حدا يفتكر بهالموضوع هذا. اليوم برأيك الدولة في هيبة بعد للدولة لأنه في مش هيبة، في بعد سلطة، بس عطول بنسمع أنه ما في عنا سلطة وما في رئيس جمهورية، ما في هيبة للسلطة. هلا كل واحد يلي بده يفسر او الزعلان على طول بقول انه ايه ما في سلطه ما في دوله وكذا، وكل الاطراف وللاسف اليوم زعلانه من بعضها وخايفه من بعضها والى اخره. بس الحمد لله بعد في سلطه قادره تضبط الامور وتروي وتقول الامر لي. نعم طيب، وخبرنا يعني كيف انطلقت هيدي الشرارة، شو اللي صار؟ يعني انتم كنتوا صرتوا مجهزين، صرتوا يعني خبرنا كيف عشتوا هيدي المرحلة لا صارت بهديك المرحلة؟ كان في جيوش على الأراضي اللبنانية يعني بكل معنى الكلمة، يعني كان في التواجد المسلح الفلسطيني اللي كان في بقلبه على القليلة 25,000 عسكري بوحداتهم بأجهزتهم بأعلامهم بميليتهم بإلى آخره. جوش بكل معنى الكلمة يعني. وشو بلشت العالم ببواريد عادية بكذا لا أقدر إمكانية الدفاع عن النفس، لا شعار الدفاع عن النفس مثل ما قلنا يعني. ما كان في نيات عدائية أبدا وخاصة تجاه المدنيين يعني. وشو اللي صار؟ شو يلي صار؟ فلتت، لأنه السلاح موجود بكل بإيد كل شخص. فلتت أكيد كان في أجندات وفي دول عم تلعب فينا، وللأسف نحن لليوم بعد ما عرفنا نربي حصانة داخلية بين بعضنا. معناتها حي الله حدا خارجي عنده أجندة معينة قادر يطبقها بلبنان. أستاذ فادي، يعني اليوم عم بيقول أستاذ أسعد أنه بوقتها ما كان عنا هيدا الحصانة، ما كان في هيدا الالتقاء الداخلي على كيف نحنا نكون كلنا سوا إيد وحدة لنحمي حالنا تجاه الآخر على أرضنا. اليوم شو اللي عم بيصير؟
وكيف بدنا نحمي حالنا؟ يعني اليوم لما بنرجع لهيديك الايام، يمكن استاذ اسعد اذا بسالك اذا بترجع لورا بترجع بتعمل نفس الشيء أكيد لا. بالظروف اللي كانت؟ أكيد لا. لا. شو كان فيك تعمل لحالك؟ أكيد لا. كنت بدعي لتكثيف الحوار والتعرف على الآخر إذا ما حدا سمع لك ما بيصير. يعني يعني قصدي بقصد انه لما نكون بهيدي الظروف عم نرجع نعيش هيدي الظروف اكيد عندك قرع بدك تضطر الطبول، ترجع عندك قرع الطبول، بس فينا نتجنب في اكيد الوصول فينا لقرع الطبول. نكون كلنا هذا اللي عم ندعي له، ايه؟ وهيدا يلي هو بيعمله، نعم. يلي نحن بنعمله، والحمد لله في أكيد. كتار غيرنا صحيح. عم يعمل استاذ فادي هيك. انا اللي عم جرب اساله، يعني اليوم اذا بترجع بتحكي في كثير بيقولوا لك ايه بس اذا بترجع لورا وبتعيش بهيديك الظروف ما كان فيك ما تعمل غير هيك، يعني لكن مش ضروري الحقيقة هذا الموضوع نقراه بهالطريقة. وهون يمكن مثل ما أسعد عم يضوي من تجربته، أنا تجربتي شوي مختلفة. نعم تفضل. إنه أنا واحد من ضحايا الحرب. يعني وقت بديت الحرب كنت بعمر 10 سنوات، بالعام 83 تهجرت، كنت مهجر. وهون ممكن يكون في فعل ورد فعل، ورد الفعل يمكن عند كثير من العالم إنه يفكر بالثأر والانتقام. صحيح. وهون كان الثأر والانتقام يلي لأنك عشت ظروف كان انت عندي صغير. أنا يعني هون عم تحكي بالعام 85 إني أنا ورفاقي لإلي نعمل حركة سلام. كان معاكس، كان إيجابي يعني. كان إيجابي كان يمكن ما بعرف الحقيقة شو اللي دفعنا لهالموضوع. في يقول حس طبيعي عند الإنسان من وقت من وجد على هالدنيا بيسعى للسلام. سعي الإنسان قبل طبيعي. قبل ما تحكي إطار عن شو سعيته وشو لازم يصير، بدي أعرف كيف عشت هيديك المرحلة؟ كان عمرك 10 سنين. شوفي كنت عايشها ما كان، يعني أنا مضيعة بمحيط مختلط. وأنا بالديانة أنتمي إلى الديانة المسيحية، أنا ولاء إلى الوطن. فانتمائي لهالديانة، وكنت أدرس بمدرسة درزية يعني بإطار درزي. نعم. فالجو اللي عشتيه بالجبل بحرب الجبل ما خلاني اني صدق حقيقة هالعداء. وهيدا خلاني ابدأ حركة سلام من وقت الحرب. وهون بمضمون السلام وفهمنا للسلام ما كان الفهم اللي موجود عند كثير من العالم اليوم، لأنه بعد هالمصطلح ما كان اتطور حتى على صعيد الأمم المتحدة. نعم. بس ما عشت مخاوف اللي بيعيشه ولد يعني صغير. أنا بس بدي أقول شغلي هون باسكال، أنه كان رد الفعلنا الطبيعي السلام هو وقف الحرب، أنه وقفوا الحرب، وقفوا العنف. أكيد هيدا هو كان الهدف الأساس. وشو عملنا؟ كنا نفكر شو بدنا نشتغل، صرنا نفكر انه شو اللي ممكن نعمله، ممكن نعمله انه نساعد الناس يلي متضرره من الحرب، انه نطالب بالعنف، نطالب بوقف اطلاق النار، نطالب بفك حصار، نطالب باطلاق معتقلين وغيره. فكانت هاي المطالبات عندنا. بعدين يمكن هون التفاعل حول هالقضيه صارت عندنا قضيه، اتطور عملنا ليكون بكل لبنان وبكل المنطقه يمكن العربيه وحتى بالعالم بمجال بناء السلام. هلا المشهد الداخلي، شوفي في تشابه اليوم موجود، وبالأسف نحن مخلينا حد الحرب. واللي مخلينا حد الحرب لحد كبير بيتحمل مسؤوليته الجهات السياسية أو القوى السياسية الموجودة. مش مفترض خلينا حد الحرب، ما فينا نلعب بخوف الناس. يعني الناس عم نجرب أنه على طول نخوفها، ليش بدنا نخوفها؟ الحرب بين 75 و90 ما كانت حرب واحدة، كانت 27 حرب ب27 منطقة ب27 موضوع بأشخاص أطراف كانوا منوعين، إنما اللغة واحدة هي العنف. نحن عم نقول يا أخي العنف حطه على جنب، ما لازم يكون في حال خوف بالداخل. حال الخوف هي كيف بدنا نتصدى لها؟ كان عندنا عاملين بين ال75 وال90 بيحبوا كل الخبرية، في طرف شاعر بالخوف وفي طرف شاعر بالغبن. وإذا بناخذ الخوف والغبن هن العمودين يلي بيقوم عليهم الأمن الإنساني، أمن الإنسان في أي زمان ومكان. صحيح. يعني الإنسان بدك تعيشي متحرر من الخوف، ما يكون خايف من شيء، وبدك كمان تحرري من الحاجة. طب هول اثنين يعني مين معه حق؟ كان الطرفين اللي كانوا عم يتقاتلوا الأساسيات، خليني أقول اثنينهم معهم حق واثنينهم عليهم حق. اثنينهم معهم حق، واحد من الخوف واحد من الغبن، واثنينهم عليهم حق وقت اللجأ إلى العنف كقيار بالتعاطي بين بعضنا كلبنانيين. نحن يمكن أكثر موضوع علينا نحن نجتمع عليه بطاولة حوار، كيف بنقدر عامل السلاح داخل البلد ألا يكون موضوع كلام على الإطلاق بالداخل في حوار.
بالداخل في تضامن، بالداخل في وحده وطنيه. طب اكون عم بستبق الحلقه، بدي ارجع شوي لنرجع نسوي بالموضوع. دكتور نورما، اليوم كان عم نحكي يعني استاذ اسعد كان كبير وكان عايش هيدا الخوف واضطر انه يدخل للدفاع عن النفس. اليوم استاذ فادي كان صغير بس خلقت عنده ردة فعل بوقتها انه عم بيقول للسلام، نحو السلام نحو السلام. بس اليوم اذا حتى منشوف الحرب بغزة ونشوف الاولاد قد ايه عم يتعذبوا والكبار اكيد، اليوم منشوف مثلا مثل العيال الاشخاص اللي عم تختال او تستشهد، يعني عندها اولاد صغار، عندها زوجته، او يعني هيدا الشيء قديش عم يعمل عدا انه المحيط وعدا انه البلد كله بيصير بحاله نفسيه يرثى لها، يعني وبنصير عايشين هيدا الخوف وعايشين هيدا الرعب يلي عم نحكي عنه. قديش عم بتكون الانعكاسات علينا وقديش هيدا الشيء بيخلي يبين لبعدين ردود الفعل تبعه؟ اكيد ما في شك قد ايه النفس البشريه بتمتص وبتستدخل للذاتية اللي داخلها. كل الظروف اللي بنمرق فيها هي بتأثر 100%، طبعا بتأثر بدرجات متفاوتة بين شخص وآخر ومتباينة، إنما التأثيرات هي موجودة سواء تأثيرات سلبية أو تأثيرات إيجابية. منروح على وضع الحرب، إن كان وضع غزة ولا وضع الحالة الراهن هلأ بالبلد والأزمات اللي عم بتصير من اغتيال وغيرها، هيدي كلها طبعا هيدي بتستفز الذاكرة عند الإنسان وعند اللبناني تحديدا، ربطا بالحرب الأهلية أو غيرها من الحروب يلي هي نحن ما فارقتنا الحروب بلبنان. صحيح. كل مرة كانت عم بتكون بشكل ولون مختلف، إنما ما فارقتنا. فالشعب اللبناني كأنه صار فاكسيني، كأنه صار مطعم ضد الوقوع والانزلاق، ضد الانزلاق والاستسلام بهالأزمات. ما رح يسمح أنه يصير لبنان على مشارف النزاعات بشكل سيء. أنا هذا اللي بشوفه، أنا هذا اللي بشوفه بتوفوه الرأي. أنا بشوفه بقرأ، لأنه استناداً على المية صرنا محصنين يعني. بالضبط، الفترة الزمنية السابقة كانت كافية لتقول أنه لا، الحرب الأهلية ما رح ترجع، والتماسك بين اللبنانيه بمختلف الطوائف والمذاهب، لانه لبنان كثير متعدد بالطوائف والمذاهب والتيارات يلي بيحضنها. يعني رغم الخلاف اللي بنشوفه السياسي والحزبين، بس على تصير المصيبه كله عم يجي يوقف ايد واحده، عم نتحد هذا واحد. نحن بنعرف انه نحن بالاجماع هو افضل القلاع، يعني بنصير بصمود القلعه. ونحن هون من هذا التنوع وهذا الاختلاف نحن عم نخلق ثروة وإرث، نحن عم ناخد من الآخر والآخر عم بياخد من عنا. فهيدا التزاوج والتشابك اللي عم بيصير هيدا بالعكس هيدا بشكل غنى بالمجتمع اللبناني. نحن فينا ناخده بالمنحة الإيجابي إذا كلنا كنا عن جد بهيدا الوعي للوجود الإنساني، ونغير شوي من مفاهيمنا السائدة، لأنه العنف موجود منذ الولادة ومنذ نعومة أظافرنا. والسلام نفس الشيء، فنحن فينا نكون عم ننمي إما العنف وإما السلام، وفينا نكون عم نعرف كيف نتعاطى مع العنف، لانه العنف ببعض المطارح هو مفروض يكون موجود ليقدر الانسان يثابر ويكافح ليوصل لمآربه المهنيه العلميه وغيرها. عم بتوافق الراي؟ انا ما كثير موضوع العنف، بعتقد انه فينا نعيش بلا عنف. العنف هو ضعف وليس دليل قوه. بس بتوافق الراي يعني نحن محصنين ضد حرب اهليه؟ محصنين، لقلك محصنين بشغلتين اساسيات. أول نقطة محصنين فيها هو الوعي، لا بأس بالرغم من مآخذنا كثيرة عند الناس وعند المسؤولين، حتى المسؤولين السياسيين يلي عندنا ملامات وانتقادات لخطابهم السياسي، وأوقات كثير بيعززوا الانقسامات وخطاب الكراهية وإلى آخره. إنما لحظة اللي بيشعروا واصلين على حرب عم نشوف الجميع دون استثناء عم بيوقف. هيدي أول نقطة. النقطة الثانية هي وحدة الجيش والقوى الأمنية يلي حافظة حد أدنى من هيبة لهالدولة، وكل شيء تاني واقف. المرة الماضية كان بالعكس، المرة يعني بال75 كان بالعكس، كان عندك رئيس جمهورية وكان عندك حكومة وكان عندك، اليوم ما عندك. هني
اليوم شو عندنا؟ عندنا تصريف اعمال بالرغم من هيدا بعدنا هاديين انه ما عم نروح على الحرب. وهون يمكن صار كمان قناعه عند كثير من الناس انه الحرب هي خسائر وليس انتصارات. تبدا الحرب بالهزائم. صحيح. اول هزيمه انه انا ما عم بقدر اني اوصل للي بريده، اني اخذ حقي على الاقل دون اللجوء الى العنف. هون القوه يلي مفترض تكون عندنا وبعتقد عندنا لحد كبير. نحن ما كثير بعاد عن السلام انه نمشي فيه ونعبر فيه وننجح فيه. بعد عندنا الوقت، بعد عندنا الوقت، وبعتقد الوعي الموجود قادرين ننطلق منه. حلو. ووحده يمكن من وجوه الايجابيه بالثوره، وحده من الوجوه الايجابيه هي انه الناس اللي كانت موجوده بعيده عن الطائفيه ما قريت الطائفيه. خلينا نقرا هيدي الزاويه، هيدا امر جدا مهم. هون شو عم نقرا؟ عم نقرا وطنيه، انتماءات متنوعه وولاء واحد، فينا نبني على الوجه الايجابي. نحن اليوم بالحرب على الفساد، طب ما هيدا جزء من سقوط هيبه الدوله، وقت الناس كلها خسرت رزقها، طب هيدا الحرب ما رح توقف، هيدي الحرب بديت ورح تتابع، هالحروب نحن بدنا هي، انما ليس العنف، هيدا عنف بحق الناس وقت اللي خسروها رزقها، اليوم قطع الارزاق من قطع الاعناق، يعني هيدا شيء مهين. الوضع اللي نحن قطعنا فيه بالوقت بهالسنين الأخيرة، إنما بيبقى الأمل كتير كبير بإعادة الانطلاق من جديد لنبدأ أحسن بلد، على أمل إنه. واسمحي لي هون رجاء إني أقدم التعازي بالتأكيد لعائلة ورفاق باسكال سليمان يلي أكيد. اليوم كانت، وأيضا أيضا أيضا كمان التعازي ب 300 شهيد عنا بالجنوب، هول اللبنانية، هول شهدائنا. طيب نحن اليوم انتصرنا وإلى السلام بسر، هيدا نحن اللي بدنا إياه اليوم قبل بكرة. بيأدي حقيقة، بيأدي الشعب اللبناني بده سلام، والمعركة اللي حصلت أثبتت هزيمة هذا الكيان. انهزم، انهزم بسبعة تشرين، انهزم، هيدا جرح ما حيشفى مرة تانية. اللي حصل حصل، ست شهور شو عملت القبة الحديدية وكل شيء؟ ما عملوا شيء. عندنا 100,000 لاجئ هون وعندهم 100,000 لاجئ هونيك، لوين وصلوا؟ قدروا وصلوا لشيء بحرب غزة؟ وصلوا لصورة مشوهة عن هذا الكيان في كل العالم، 150 دولة واقفة معهم، مجلس الأمن 14 تصويت، وحتى الأمريكان. طب ما خلصت، انهزموا أكثر من هيك فيه، ونحن انتصرنا لأنه نملك الحق. الجميع انتصر حتى ولو زالت حماس من الوجود. مين عمل حماس؟ الشعب الفلسطيني هو اللي عملها بيعمل غيره، وإذا انهزمت إنما الشعب الفلسطيني انتصر، الشعب اللبناني انتصر. إجا وقت حقيقة نعلن عن انتصار ونبني سوا، نمشي سوا ببناء هالدولة، بإعادة مؤسساتها كلها، من رئاسة الجمهورية لعمل مؤسسات لمكافحة الفساد لسلطة قضائية فاعلة. بدي اطلع بريك هلا وبدي ارجع احكي اكثر. يعني اليوم كانت عم بتقول دكتور نوريما انه نحن صار في وعي، واليوم كثير واضح انه معي شخصين من اللي عاشوا الحرب واليوم عم بينادوا بالسلام وعم بيقولوا. استاذ اسعد عم بيقول لو برجع لورا اكيد ما برجع بنادي بانه نرفع سلاح او نتقاتل، بس في كثير بعدها لهلا حز بنفسهم وبعدهم لهلا حاملين حقد وبعدهم لهلا حاملين الحرب، وبأي لحظة يمكن بيبجوا بيرجعوا بيستذكروا هديك الأيام وبيرجعوا بيعدوها. بدي أخذ جوابك على هذا الموضوع، بريك ونتابع. متابعين معكم مشاهدينا بالجزء الثاني من حلقة اليوم من حقك بإيدك، وبدي أخذ تعليقك دكتور نورما على اللي قاله أستاذ سادي قبل ما أرجع لأستاذ أسعد. فضل. نعم طبعا مع كل تقديري وأكيد بوافق الرأي بكل اللي تفضل فيه، إنما بس هيك في تعقيب بسيط على اللي تفضل فيه بخصوص موضوع العنف. المقصود بالعنف هو الغريزة والنوازع اللي احنا منولد فيها. عندنا نوازع الخير ونوازع الشر، وهي اثنيناتهم هن ثنائية مفروض تكون موجودة تيكون في ديناميكية لحياة الإنسان تيقدر يثابر وتيقدر يكافح تيقدر يوصل لتأمين الحاجات الأولية والثانوية اللي عنده إياها وبحاجة لإلها. فهذا العنف هو نوع من العدوان اللي هو آلية تعويضية إذا بديك تجاه القلق اللي ممكن نحن نواجهه، فنحن بحاجة إنه يكون موجود بهالإطار يعني اللي مدروس بطريقة هالقد محدودة للدفاع عن الذات بمطارح معينة مثل ما تفضل أستاذ أسعد، طبعا بأسلحة الحوار وليس بأسلحة القتال، يعني القتال والصواريخ والذخيرة وغيرها. ومن ميلة تانية احنا بحاجة لإله لحتى يكون في عنا نوع من البوست، نوع من الاندفاعية والمحفز لحتى نحن نقوم
وتستنشط جواتنا هيدي حب الحياة والغريزة البقاء لأنه كمان هي موجودة. أكيد. فهذا التكاتف موجود بين نوازع الشر ونوازع الخير. أنا عندي كمان دليل بهالموضوع الحقيقة. نحن منميز كثير منيح ما بين النزاع والعنف. النزاع شيء والعنف شيء آخر. النزاع نحن بحاجة له بالحياة. نحن منجي بنزاع منجي على هالدنيا منبكي. انتقلنا من رحم الأم يلي مأملنا حياة، جينا لبرا شوب وبرد قبل ما نقول مسيحي ولا مسلم. لازم يكون في نضال. بعدين تبعنا بالنزاع على الصعيد الداخلي والشخصي، بروح من هالدين الإنسان عم بنازع، وقت حط طموح أنا معين للوصول إلى هدف عم بنازع بين واقع أنا رافضه وبين أنا مبتغى معين. صحيح. أنا رايح لمطرح بريد أن يكون في فرق ما بين ما أصبو إليه وما أنا عليه. صحيح. عملية نزاعية، بدك تعملي طبيبة، بدك تعملي العلم اللي أنت فيه، قديش سهرتي ليالي وتعبتي عم تنزعي مع حالك لتوصل لهدف. النزاع شيء، أما العنف هو أذية. صحيح. وهون درجات بيجي بالعنف، بشوف إهمال، بشوف تهميش، بشوف قمع، بشوف استغلال، بشوف ضرب. منقول نحن طالما نحن قادرين نعيش من دون هودي بلاهو النزاع ماشي الحال، ممكن يعمل لي أنا يخلق لي تحدي، بطور حالي، بطور مؤسستي، بطور مجتمعي، بطور دولتي. نحن بهيدا البلد ما حدا يتخيل رح يجي وقت يبطل عنا نزاعات، بس فينا نتخيل بيجي وقت العنف بدرجة الأقل فيها إذا ما كنا يدين للغيك وسيطة. هو فعليا، بس الفكرة أنه سيكولوجيا وسيكولوجية الحياة قائمة على هذا النزاع يلي هو والارتباط ما بين نوازع الخير ونوازع الشر. نوازع هون منا هي نزاعات، هي غرائز. فكل شخصية إنسانية هي تحتضن غرائز الشر وغرائز الخير. صحيح. غريزة الحياة وغريزة الموت يلي على أساسها تبنى الشعوب والأمم. وقليل من العدوان وقليل من العنف يصبو الإنسان ويوصل ويصبو لما يصبو إليه. فهدول تفاصيل سيكولوجية ما في اثنين بيختلفوا عليها، يمكن التعابير تختلف بين رأي وآخر. صح. كمصطلحات العنف يلي هو العدوان البسيط اللي بيعطينا وقود لحتى نحن نعمل النزاع ونثابر وحتى لنكافح. فينا ما نسميه عنف. أكيد فينا نسميه حماس. لا لا, لا. نسمي حماس، نسمي نضال. حافز. نسمي نضال. هيك اسمه. هو هيك اسمه سيكولوجيا. ما عم بحكي انا. أي. انت باختصار نحن ترجمته عم بتكون بغير معناه بسيكولوجيا الموضوع. لا حبيت هذا الغنى بالاصطلاحات لانه مفروض صحيح. الواحد يكون عم بيعرف ويقرا ويفهم الاصطلاح اللي عم يحكي وجهات النظر المختلفه طبعا. استاذ اسعد، بتوافقون الراي؟ بتوافق استاذ اسعد استاذ فادي اللي كان عم بيقوله إنه نحن اليوم مش على أبواب حرب، ونحن اليوم خلص صار في وعي وما حدا عنده استعداد؟ في وعي، إنما وعي مش كامل. وعي إنما وعي عم بينضخ عليه خوف، عم بينضخ عليه كره، عم بينضخ عليه كذا فاكتور آخر. وعي إنما عم بيعيش حالة قلق كتير كبيرة، قلق على المصير. يعني قلق المصير يلي كل اللبنانيين عايشينه عم بيأثر بشكل مختلف على مجموعات معينة أكثر من مجموعات. في مجموعات بآخر الحرب الأهلية اعتبرت حالها خسرت، في مجموعات اعتبرت حالها صارت هي بالسلطة وأقل يعني مرتاحة أكثر من غيرها وهل مجرة. ما عم بيتقسم هالقلق بشكل متوازي على الجميع. بعدين أنا النزاع اللي عم نعيشه بلبنان منه فقط نزاع بين الشر والخير والبركة. كل العالم يعني عم بقول إنه في ناس شريرة بلبنان، أنا ما برفض هالفكرة هايدي. في نزاع بين أفكار مختلفة، بين طموحات مختلفة. يعني شعار خدني بحلمك يلي منقوله هيك نحن بين بعضنا بالمزح، في ناس ما اخدي غيره بحلمه وفي غيرهم ما اخدين هولي بحلمه، كل واحد عنده مشروعه وخططه وكذا. انا بقول لبنان هو بلد ال50,000 ال100,000 مشروع. وللأسف يعني ما عم نعرف نقعد مع بعضنا وناخد بعضنا بحلم بعضنا. يعني أنا قلك أنه أنا بدي أعمل هالشغلة وبدي أخدك بعين الاعتبار وأخد رأيك بعين الاعتبار، مش أنه أنا أمشي فيها وأنت
انت كنت عجب وانت بتحسي حالك ساعتها مظلومه، بتحسي حالك مقموعه، وبتحسي حالك معناتها بتصيري بحاله خوف. هذا اللي عم نعيشه. وانا مع اللي قاله فادي انه النزاع ايجابي، النزاع منه بالضروره سلبي يعني. وياما دول بنيت عن النزاعات الموجوده بين مكوناتها حتى حولت الأوضاع السيئة لأوضاع أفضل منيحة. استنبطوا أفكار، استنبطوا قصص، استنبطوا مشكلتنا أنه قاعدين كلنا على طاولة وكل واحد قاعد من جهته، وكل واحد ما بيشوف إلا المشاكل يلي بوجهه، بس ما التاني شايف مشاكل بظهره لهداك. يعني ما عم نشوف مشاكلنا كلنا سوا بذات الوقت. يعني هيدي المشكلة اللي عم تمنعنا نتعاطى بشكل بناء مع بعضنا البعض. نعم. شغلة غيرها بدي اضيفها. عادة وفادي هيدي هو البروفيسيونيل فيها، يعني المطالبة بتحقيق الحقوق والكذا ولتحسين الأوضاع بتمرق بمراحل مراحل مراحل وصولا ربما، وأنا ضد نوصل لآخر نقطة فيها يلي هي العنف. نحن بلبنان بلحظة مننط من نقطة صفر للنقطة مية. ليه؟ طلع درجة، طلع للدرجة واحد، جرب بالواحد، ما مش الواحد جرب اثنين، ما مش اثنين ثلاثة، يلي هن ضغط شعبي، اللي هن اعتكاف، اللي هن في 60,000 طريقة قبل ما نوصل، إذا وصلنا وما لازم نوصل يعني للإكستريم اللي هو العنف. والأكثر من هيك العنف المسلح، لأنه العنف عنده عدة أنواع. عم نعيش عنف كلامي، عم نعيش عنف فكري، عم نعيش كذا، بس مش ضروري كمان بتكي بليلة بصير بعنف الشارع يعني. طيب اليوم إذا بدي أرجع شوي لأنه بدي أستفيد من تجربتك اليوم أستاذ أسعد، يعني حضرتك كنت ملقب بآسو. نعم. مقاتل الشرس صحيح؟ لا ما كنت مقاتل. ما كنت مقاتل. طيب خبرنا. شو اليوم إذا بترجع لآسو، إذا بترجع بتطلع بآسو اليوم بشو بيشبهك أو بشو ما بيشبهك؟ بشو ما بيشبه أسعد؟ بيشبهني بشغلتين ربما بس مش بكل شيء. بيشبهني بحدا مقرر يضحي بحياته إذا اضطر لمصلحة وطنه. هيدي 100%. بيشبهني بشخص وبعز الضياع وبعز شو اسمه حاطط نورم بنش ماركس يعني ما بيقلطون بعز الجنون يلي كان موجود. هيدا قصو يلي انا يعني بيشبهني بانه بحط اختصاصي بالمكان المفيد مش بعزقه وين مكان. حلو. بشو ما بيشبهك؟ ما بيشبهني بالعنف، ما بيشبهني بالكره كنت عايشه تجاه البعض وتجاه بعض الأوضاع وكذا. أكيد ما بيشبهني فيها. قتلت أشخاص بالحرب؟ نعم، بس مش هذا موضوعنا. لا بس أنا كان بدي أشوف شو كان الشعور. سبتقيل في بليكمان كذا مرة. إيه بعرف بس نعم. شو كان الشعور بوقتها؟ بس شو كنت تفكر بوقتها؟ البنشمارك كنت عبقلك عنه أنه مدنيين ما بقتوا. أكيد. هيدا شعار مش شعار مبدا ما تنزلت عنه. أيه. بكل الحرب يعني ما بدك تحكي فيهم كثير. انا ما بيهمني مش لا اكيد بس انا كان بيهمني انه تجربه كنت عم بتقول انه انت كنت عم اكيد انت عم بتحارب اشخاص. نعم. فهودا اللي هن اليوم بعدين مش مباشره بس كنت عم بعطي اوامر عبدير فكر عبدير مجموعات الى اخره. نعم. كتبت رسالة اعتذار. نعم. للبنانيين بالعام 2000، شو قلت لهم فيها؟ قلت لهم فيها انه بعتذر عن الاعمال اللي عملتها لانه اعتبرت حالي الله ببعض المراحل. عم تحكي عن ايام الحرب. عم دافع عن الله وكلنا بنعرف انه الله منه بحاجة لواحد مثلي يجي يدافع عنه. من جهة من جهة تانية طلبت السماح من اهل يلي اذيتهم او قتلتهم او تسبب بقتلهم. وتاني شغله سمحت انا يلي اذاني ولانه انا كمان كنت مأذي بالحرب مش واحد بس وحده بروح باتجاه في بالاتجاهين عم بيصير شو اسمه. وبالاخر حطيت حالي
تحت تصرف وطني، يعني تجرب أنقذ غيري من أنه يرجع يمرق بزيت الدوامة يلي عملت مني اللي عملته مني. بس اليوم ما خلقت مشروع محارب ولا مشروع حامل سلاح ولا مشروع، بالعكس. والنتيجة أنه صرت اليوم رئيس محاربون لأجل السلام، نائب رئيس، طيب نائب رئيس مزبوط محاربون لأجل السلام. واليوم عملت هيدا ردة الفعل وعم تعمل توعية بهيدا الإطار لتقول أنه أنا اللي اختبرته ما بريد أو ما برضى أنه حدا يعيشه. مش بس هيك، حتى ما نضطر نوصل لظروف تكرر الظروف الماضية. المشكلة، وهون فادي كمان أكيد هو أستاذة هالقصص، نحن ننبسط أنه أوه صرنا سنتين ما صاير مشاكل، نعتبره هذا حالة سلام. لا، هذا مش حالة سلام. له ديفينيسيون أنه هذا السلام السلبي. السلام الإيجابي هو اللي عم نعمله بيوميات كل واحد فينا، المدام وانت وانا وكلنا، يلي هو العمل على بناء وتحصين مجتمعاتنا وتحصين وطننا وتحصين مؤسساتنا وتحصين العقل فينا وإلى آخره، حتى ما نعمل سلام، ما نوصل لحروب ولا نزاعات مسلحة عنيفة. هيدا السلام الإيجابي يلي وللأسف وطننا كحكومات كدولة ما عمل شيء بخصوصها من وقت ما خلصت الحرب لليوم. ولا بند من بنوده عدا السلطة وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والكذا، ما عملنا شيء بتحصين المواطن حتى ما ينزلق نحو العنف به شحطة هي. بس عم بتقول دكتور نورما انه احنا محصنين اوريدي من ورا اللي عشناه، يعني من خبرات اللي عشناها، لانه الصدمات اللي احنا والتروما اللي ذكرتيها ببدايه الحديث هي بتضل ذكراها كامنه في الداخل، وبالتالي اي حدث اخر بسبب لنا تروما ثانيه وثالثه ورابعه هيدا بيستدعي استيقاظ من جديد مفاعيل التروما الاولى ومفاعيل التروما الثانيه والثالثه. فاللبنانيين نحن بما انه تعرضنا لكثير من الحروب وكثير الانتهاكات بتصير اخف يعني علينا. بالضبط، يسلمها. بتصير أخف لانه اوريدي يعني نحن عايشين هيدي الخبره، يعني خبره اذا بتعرفيها غير انه موقف انت بعدك جديده عليه. فهذا كثير دكتور، في اشخاص اوقات لما يكونوا عايشين هيك تروما وترجع يصير معهم شيء ثاني بتلاقيهم بيفقدوا اعصابهم يمكن. ايه مزبوط، لانه قديش بتكون اثرت عليهم ما بقى انه ايه هون في طريقة. بيلعب دور فاكتور كتار، وحده منهم قديه في عندهم من جوا توازن نفسي، قديه في عندهم هشاشه نفسيه، قديه الصلابه النفسيه الموجوده عندهم هي قويه، هل بيشكوا من اضطرابات نفسيه او لا. في كتير فاكتور بيلعبوا بدور بهذا الموضوع. بس كنا عم نحكي سوري، بدي اسالك سؤال. اكيد تفضل. بلا ما اقطش حديثك طبعا، الجو يلي عايش فيه هالفرد اللي عم تحكي عنه حضرتك، نعتبر شاب صغير ما عايش الحرب، معناته في محل ورد من أهله يا صمت، يا ورد أفكار مشوهة، يا ورد تروما. متفقين على هالشيء هيدا؟ متفقين هيدا، بس بنقطة واحدة اللي هي اللاوعي الجمعي. يعني نحن منذ الولادة نحن عم يخلق معنا شيء اسمه اللاوعي الجمعي، اللي هو ناتج عن حضارات سابقة عاشوها أهلنا وأهل أهلنا، وصلت لعنا بنسبة معينة أو وصلت مشوهة. أكيد هي مشوهة طبعا، وهذا الشيء بيعزز أنه نحن نكون هالقد وقود سهلة للاشتباكات اللي ممكن تصير. من هون الشباب اللي عم نلتقي فيهم نحن بالمدارس وبالجامعات وبالكذا، يا ريت بقدر قول انه اوصفهم مثل ما عم توصفيهم حضرتك. في حالات مرعبة، مرعبة، وخاصة بيلي ما اختلطوا وما واجهوا الماضي وما اجى حدا عمل لهم مداوات لشو سامعين، صحح لهم شو سامعين وصحح لهم شعور اهلهم كمان. طبعا،
لانه في عنا تمام. هون ما عم نحكي بقى عن شو عايشين، شو سامعين، شو سامعين او شو او الصمت يلي عم يواجهوه، بيسالوا ما حدا بخبرهم، بحسوا انه في شيء مخبى. ذكر استاذ اسعد نحن ما بنخلق محاربون، مزبوط، نحن بنخلق صفحه بيضاء، والحياه والاهل والتربيه والظروف والكل كله هذا بينرسم حرف حرف وبينكتب جمله جمله على صفحاتنا، ونحن بنصير ساعتها يعني الاسره يلي هي المجتمع الاول للولد هي بتكون مسؤوله عن هيدي النبته، فيما بعد المدرسه، فيما بعد الجيران، فيما بعد الجامعه، الاعلام طبعا، الاعلام حدث ولا حرج، وممكن يقدم لنا من نماذج التماهي بالمعتدي، التماهي بمن هو اقوى، حب الانتماء لمجموعه معينه، لانه بالمجموعات نحن بنصير ما بنعترف بالطرف الاخر، وهذا اللي هو ضد السلام اللي نحن بدنا اياه. رحله السلام بتبلش بدايه وبكورتها هي بتكون من الاعتراف بالاخر. صحيح. لحتى انا اقدر اكون عم بتكافئ معه بالمبادئ او بالفضائل اللي بدها تكون موجوده والحقوق والواجبات. واكثر من هيك محبه الاخر، حاشي مسمي اخر ومسلط عليه وحطه بوجهي. صح، اخر منه الند لإلي، اخر هو يمكن امتداد لإلي، يمكن مكمل لإلي، ولا يمكن مختلف. صح، بالعكس، لانه مختلف نحن هيدا ارث، هيدا شيء بتغذى اكيد اضافه، يعني ادد فاليو على حياتنا. نعم. انه يكون في اختلاف. انا بعطي الاكزامبل على طول بالكلينيك، يعني اذا عم نطلع بحقلين من الورد توليب يلي هو شيء كتير حلو، بس التوليب يلي بميلة اليمين هو كله أصفر، والتوليب بميلة الشمال مزروع بريون بمختلف الألوان، قدي هيدي الصورة هي أذكى وأثمر وأجمل وملفتي أكتر بغناها، بغنى التنوع اللي فيها. طبعا ما بنقلل أهمية من التجانس، بس كمان الاختلاف هو شيء كتير. بس بدنا ناخد باعتبار ولو دقيقة بعد أنه أخذت تاخد شغل أكتر. صح. وطريقة متعبة أكتر من تمسكي بزر وتكبيه. صحيح. وبينما تعملي تلم أصفر، تلم أحمر، تلم أخضر، تلم كذا، من هون عنا واجب نتعب. أيوة، على مجتمعنا، ما عم نتعب على مجتمعنا. صح. السلام نحن منتظرين السلام يجينا ببلاش، نحن ما عم نبني، يجينا رخيص، ما عم نبني سلام، بده تعب. صح، بده مش بناء. بس جمعيات تتعب، بده مجتمع كامل يتعب. مزبوط. بده حكومات تحط ضمن خطتها، ضمن برنامجها، ممكن توعية أكثر كمان، توعية بناء مواطن. تعرف أي مدى منوصلة وقت اللي نحن عن جد التعصب ببطل هالقد عم بينقر وعم بيحفر بجسد الدولة. التعصب هو أكثر آفة عم بتكون هي وقود لهذا العنف ولهاللا سلام اللي نحن ما عم نقدر نوصل له. أوكي، الشعوب عم تشتغل كل حدا بمضمار وبمجاله مثل ما تفضل أسعد، بس الفكرة مع حفظ الألقاب بس الفكرة أنه نحن لا، نحن بحاجة للأب، الأب يلي هي الدولة، بحاجة للوطن، بحاجة نحس المواطنة جاية من هيدا المرجع والإحساس بالأمان معه، وهيدا منه موجود لطالما التعصب هو سيد المواقف عم بيكون للأسف. نعم. أستاذ فادي، يعني مثل ما كنت عم تحكي، حضرتك من المضادلين من أجل السلام، كمان خبير بحل النزاعات، وكنت من الأوائل مطالبين بإقرار اتفاقية دولية لحظر الاتجار بالأسلحة الخفيفة يلي تحولت لمعاهدة دولية. اليوم عم نشوف السلاح المنتشر يعني انتشار الأسلحة بأيدي المدنيين واستعمالها خلافا للقوانين. برأيك يعني شو اللي بيمنع اليوم؟ خليني جرب شوي اختصر في بعض التعليقات. بدك تعلق على السؤال؟ رح جرب قد ما بقدر. أول نقطة، ليش الوضع اللي نحن فيه هيك؟ بعده مش راضينا، عايشين حد الحرب. طيب، لأنه الدولة ما عملت واجباتها والمواطنين ما عملوا واجباتهم وسائر المؤسسات الأخرى، وهيدا الواجب بيجي من وعي، إني أعرف شو الواجب يلي ما بعرفه. صحيح. شو هو اللي ما بعرفه؟ اللي ما بعرفه هو بعرف إنه العدالة هي عدالة عقابية، عدالة سأرية. لا، في عنا شيء كان مفترض إنه ينعمل وما انعمل كفاية، هو العدالة الانتقالية. نحن ما انتقلنا من ما بتنتقل الشعوب مجرد وقف الحرب بلش السلام، في شغل بده ينعمل. في أربع أعمدة أساسية ما انعملوا كما يجب بهيدا البلد، وهون مفترض نتوقف عندهم لأنه هيدا شيء جوهري، وإذا ما انعملوا رح نضل محلنا. شو هن؟ أول نقطة هي المحاسبة والمساءلة. ما بيقدر واحد يرتكب جرائم تدركي إنه ارتكب، في جرائم ارتكبت ما ضروري عقابية، ما هن عملوا عفو.
بيقدر يكون المساءلة والمحاسبة والمحاسبة العامة من قبل الشعب. صحيح. مش برجع أنا بنتخبهم كلهم رؤساء وزعماء وإلى آخره. أقله ما رح نحطهم بالحبس، لأنه إذا بيعرف بده يفوت بالحبس ما بتوقف الحرب. طيب نقطة تانية، المصالحات. أسعد تحية كبيرة لهالإنسان الراقي وموقفه النبيل إنه قدم اعتذار. شو هي المصالحة؟ بدنا نشوف مين هن ضحايا الحرب المستمرة معاناتهم. عن مين عم بحكي؟ ليه بده يكون لهلأ عندي وزارة مهجرين ما في ضي عم تسكر ملفها؟ ليه لهلأ بده يكون في عندي خيمة بتحكي عن 17,000 مفقود بوجه الأسكوة؟ وين هو؟ في إجابات، في إجابات عليهم. ليه بده يكون عندي أنا معوقي حرب مش عارفين وين متروكين وين مهمل؟ ما بتقدر. ضحايا الحرب المستمرة معاناتهم في صلحة بدها تنعمل معهم. صحيح. في رسائل اعتذار، في بده يعرفوا شو صار وليش صار. هول بعدهم عايشين الحرب مثل ما كانت بال 75. طيب عندي تخليد الذكرى، نحن بنحط نصب ايه وبنقول انسى. حطيت انا الاعلان تبعه هالحلقة هي، اجاني لا اذا بننسى. يا حبيبي ما انت مشكلتك لما تنسى، لشو بتعمل نصب؟ لشو بتعمل 40؟ لشو بتعمل جنة؟ ليش بده يكون في 13 لسان؟ لشو هالذكرى؟ الذكرى لشو؟ نحن بدنا نتذكر وبدنا نسامح مش نسقر وبدنا نغير. شو بدي غير في سلوكية؟ إذا أنا بدي دلني ماشي على طريقة انسى وسامح بدي دلني أوقع بانتقد من حرب لأخرى. صحيح. في شيء بدي تغير مع هيدي التجربة رح تعمل حروب متكررة عنا، بدنا نغير بالمسار. بدي أتذكر هيدا النصب، أتذكر أفضل تكريم للشهيد إبقائه هو الشهيد الأخير، مش جمع شهداء فوقه. ايام الحرب بطلنا نحتفل بشيء اسمه عيد الشهداء، انه راح 15 20 واحد ما صار رايح عنا 100,000. لا خلص، نحن هون امر جدا مهم نخلد ذكرى هالناس اللي استشهدت كرمال نحن نبقى. والنقطه الاخيره هي العمود الرابع، اصلاح النظام. يا اخي هالنظام الطائفي وصلني لهون، نظام طائفي ينتهك حقوق الانسان. نحن بدنا نظام جديد، نظام قائم على احترام حقوق الإنسان الذي يحمي الطوائف، مش العكس. نحن اليوم لأنه تحت عنوان طائفي عم نقتل بعض. طيب كيف هيدا؟ التنوع يلي ذكروه الشباب بالتأكيد، التنوع غنى، التنوع حياة، التماثل موت بكل شيء. أي شيء بتطلع فيه مثل بعضهم بيعنيكي. اليوم وقت تشوف أنت أي شيء مختلف بيلفت لك نظرك. عندنا 18 طائفة، يا ريت عندنا 80. هيدا الانتماءات امر جيد، انما يجب ان يكون لدينا ولاء واحد. نعم. ولاء للوطن وانتماءات قد ما بدك، هيدا غنى. نقطة أخيرة أو هيك نقطتين بعد سريعين. واحدة بتتعلق بفهمنا للسلام. بقى اليوم الأمم المتحدة عندهم فوضية أمن إنساني Human Security Commission عملت صار لها حوالي 20 سنة. مصطلح نحن بالكاد حدا يسمع فيه. خي وقت بدك سلام منا قصة انه اوسق وتقوصني اضربك تضربني. بدي انا امن غذائي بكل مجالاته، بدي امن صحي بكل مجالاته، بدي امن اقتصادي بكل مجالاته، نحن انضربنا باقتصادنا، بدي امن اجتماعي بكل ما، بدي امن بيئي. اليوم كل العالم بيحكي عن تغير المناخ، تغير المناخ قضية كبيرة بتسبب حروب وعم بتسبب موت كثير من الناس، عم بتغير طريقة عيشنا. وبدنا امن شخصي. شو الفرق بين انه والله قديش صار عندي شهداء؟ طب احنا عارفين انه كل سنه بالاحوال العاديه قبل 27 في عنا ما يقارب ال 120 انسان بيموتوا بالسلاح المتفلت. هولي شو هن؟ هولي كيف يعني هيك؟ امن شخصي نحن بحاجه له، والامن السياسي امر طبيعي، طريقه سياسيه اللي عايشين فيها. هولي مجالات الامن هن سلام بكل جوانبه. نقطه الاخيره، اشتغلت على معاهده تجاره الاسلحه واعتز بهيدا الموضوع. تعرفوا يا عالم، خلصت الحرب العالمية الثانية، المجتمع الدولي عمل معاهدات دولية خاصة بأسلحة الدمار الشامل، يعني البيولوجي والكيميائي والنووي، ما طلع على السلاح التقليدي اللي بتقتل بعض الناس فيه. ما في يعني، ما فيك تقولي هيدي باخرة سلاح غير مشروعة، لأنه تقولي غير مشروعة يعني مخالفة لشرع معين، قانون معين. ما في قانون، القانون بط هيدا الموضوع بال 2014، انا من يلي اشتغلوا عليه من 2002 ل 2014. ووحده اساسيه براس مبرر هيك معاهده هو عدم توريد الاسلحه للامكنه التي يمكن استخدام هذا السلاح لانتهاك حقوق الانسان
وارتكاب الفظائع مثل ما عم بصير. معظم الدول وقفت توريد الأسلحة اليوم لإسرائيل من وراء هالمعاهدة، إذا العالم مش عارف تعرف. ونحن اليوم وقت نقول العنف أكثر نموذج قدامنا، في حدا مسلح إسرائيل 200 رأس سماوي عندهم، قدروا يحميوا حالهم؟ ما قدروا يحميوا حالهم. يلي بيحمينا اللي ذكرته بالبداية، القلعة هي بالإجماع والقوة سور الصين، ما حمى الصين، المشكل بالداخل، والعدو الإسرائيلي بفوت علينا من الداخل قبل ما يفوت علينا من هونيك. فنحن وحدتنا هي أساس، وحدتنا هي ضمانتنا. وهل قادرين نوصلها؟ بالتأكيد الطريق واحد هو الحوار. حوار بريك وخلينا نتابع والجزء الأخير من حلقة اليوم من حاكي. إذاك خليكن معنا الجزء الأخير. عودة لكم مشاهدينا، وبدي هون أسألك دكتور نورما، يعني اليوم الصحة النفسية تبع الناس اللي عم بتعيش بهيدي الحروب، أوقات بتكون حرب باردة، حرب نفسية، مش حرب بالأسلحة، حتى الحرب الناعمة اللي كان عم نحكي عنها اليوم. يمكن ما في حرب ما في أسلحة، بس في عنا عايشين بهيدا التهويل وهيدا الترهيب وهيدا فهيدا قديش تأثيرها اليوم؟ تأثيرها كتير كبير. وأنا هون بحب روح ارجع افتح ملف التربية مرة تانية، ملف الأسرة وتأثيره على تأسيس هيدا الهاجس أو هيدا هالحرب الناعمة اللي نحن منضلنا عايشين فيها وكأنه عم نرتوي منها يوما بعد يوم. وهنا كمان بدي استغل فرصة انه احنا بمرحلة أعياد، وبتعرفي نحن بالأعياد الكل بروحوا بيشتروا كادويات لأولادهم، والصبيان عادة منروح دغري على انه نحن نشتري الفرد والكليشن والدبابة كل الأدوات اللي هي هيدي أدوات حرب. فأدوات الحرب يعني هالإيديولوجية اللي الولد عم بيكبر وبينم عليها، إنه هو من خلال لعبة عم بيعمل ديشارج لهالشعور اللي عنده، وعم بيصير في عنده معرفة بتوجيه واستخدام هذا السلاح، ولو إنه هو بلاستيك وهو لعبة، بس بالأخير أنا هون عم بنشر نوع من الثقافة بالضبط، ثقافة العنف، ثقافة الحرب، ثقافة اللا سلام، بالوقت يلي نحنا كتير منشدد ومنطلب من الأهالي لو سمحتوا حتى فرد المي وقت منروح على البسين ما تشتروا فرد مي، في اشكال ثانيه، بس كل شيء مجسم لادوات حرب هيدا نحن مفروض كاهل نكون عم ننتبه له. وطبعا نحن كمان الاهل والبيئه اللي بتكون موجوده والايديولوجيه تبع الاهل كمان بيتشربها الولد، وبتغذي ساعتها الميول والمخاوف يلي نحن بنكبر فيها وبتصير موجوده عندنا كهواجس ما قادرين نلاقي لها نحن منفذ نظهر منه، لأنه نحن خلص صرنا أسرة صارت موجودة جواتنا. طيب أنا بدي أسألك اليوم، وهلأ رح نشوف الفيديو، يعني اليوم حضرتك عندك مركز. نعم. بيجوا لعندك الأشخاص، بيجوا الأولاد والكبار. صح. لحتى يتعالج، هلأ عم يمرق الفيديو، لحتى يتعالجوا ما في صوت، لحتى يتعالجوا نفسياً. هلأ في كتير كان قبل عنا خوف إنه ما من عيب نروح عن معالج نفسي، وعيب شو هالحكي، وبس المجانين بيروحوا عن معالجين نفسيين. اليوم صار في ثقافة أكتر بهيدا الموضوع، وعم نشوف الوزير كان موجود بالافتتاح، يعني نحنا صار في هيدا الثقافة موجودة بالدولة وعند الأشخاص، صار في وعي أكتر. صح مزبوط. أنا بوجه مهم يعني اليوم خبرينا إنه يقصتوا ليش نحنا منروح عن معالج نفسي. طبعاً أول شيء بدي أوجه له تحية الوزير دكتور هكتور حجار يلي رفقنا بهالرحلة طبعا، وكافة الأشخاص والشخصيات اللي كانوا موجودين. فعليا ما يتميز فيه هذا المركز أنه نحن بطلنا بالظلام، صارت ستيغما لمرحلة معينة، وصمة أنه الواحد يروح عند معالج نفسي. اليوم المركز بيتضمن العلاج النفسي وبيتضمن في آن العلاج الطبي والفيزيولوجي، يعني بولي كلينيك كأنه ميني مستشفى. شو بتقولي للناس يعني اليوم لما حدا يجي يقول لا أنا ما بعتوا ابني، أنت بتشجعيهم اليوم خصوصا اللي عم نمرق بالظروف؟ أكيد بريفيلاج وتميز، لأنه بأي معنى شو بيتحسن فيه؟ صح. البصيرة، انه نحن نستدرك، انه نحن نصير نشوف اكثر، انه نحن نوعى، وحتى للاهل قبل الابناء، لحتى نحن يكون في عنا ابروتش مختلف، نعمل اعاده تاهيل واعاده برمجه، نتصالح مع حالنا ومع الاخر يلي هن مجموعه الاشخاص يلي بيشبهونا ويلي ما بيشبهونا، نعترف بوجودهم ونحبهم ونقدم لهم هيدي المحبه وهذا الاحترام وهذا الود، بيريحنا هيدا الشيء، نمى جوات الاولاد السلوك الايثاري يلي هو بخليهم يصير في عندهم اكثر من
الكياسة وحب الآخر، هذا شيء كتير كتير مهم. يعني أنه يكون عنده لين العريكة الولد، هذا شيء كتير صعب إذا نحن تركناه يعيش بحضن أجواء محاربة وأجواء تملأ العنف والعدوانية وغيرها. شو بيتحول؟ يعني نحن إذا ولد بتحول لتطوع، بنتحول لمحبة للآخر. لا، عم نحكي إذا ما راح عند، يعني إذا عاش بهيدا، عم تقول رح يتحول، صح، رح يتحول لمحارب، رح يتحول لمقاتل، رح يتحول لإنسان منه متصالح مع نفسه، ما عنده توازن نفسي، إنسان مسيطر عليه العنف بكل حركاته وبكل أقواله، حتى بتربية أبنائه بس يكبر ويرتبط، يعني حيكون كمان عم بربي أي مجتمع نحن بنكون ساعتها عم ننمي، يعني مجتمع مدمر، مجتمع مدمر، مجتمع هو مجتمع الحرب ومجتمع الحروب، حيث لا وجود لأدنى درجة من السلام ساعتها، لأنه السلام هو يقوم على المعرفة، على نشر المحبة، على اليقين، على الوعي، على الجهاد من أجل المعرفة ومن أجل الحوار، تحويل النزاعات والحروب لحوار ولتفاهم وتفاعل مع الآخر يلي هو عنده ثقافة مختلفة عن ثقافتنا. ما نتحيز لثقافة موحدة، لا، نحن مفروض نكون عم نتفاعل مع مختلف ديفرسيتي. طيب وشو بتقولي عن الأساتذة اللي معنا اليوم؟ متصالحين مع حالهم؟ أنا بالضبط، أنا بقول لهم بالعكس، يعني أنا لمست والتمست هالحماس اللي موجود جواتهم. ودكتور أسعد أستاذ أسعد التقينا كمان بمناسبة سابقة، كمان كان عم بيعبر وبيحكي وبيشرح عن المسيرة اللي مرق فيها، يلي كان عم بيحكي وما زال بيحكي بكل فخر هالتحول من ضفة لضفة. أنا بكل فخر عم بقول أنا كنت عم بسمعه بكل فخر، لأنه فعليا أنك توقف وتحكي مجاهرة عن ماضيك الأسود وعن حاضرك الأبيض والمستقبل يلي فيه آفاق بيضة أكتر وأكتر، هذا منه سهل. إنك أنت تقدم اعتذار طبعاً، إنك أنت تشتغل بشكل حثيث على موضوع السلام، هذا شيء كتير كبير، واجب. بس إحنا وين كنا؟ كنا بدفة ورحنا على دفة. طيب وإذا بدي أسألك عن أستاذ فادي، يعني أستاذ فادي وهيدا بدي أسألك ترجع تعليق. سألتك تحت الهواء لأنه ما جاوبتني على الهواء. اليوم اللي عشته بالحرب كان عمرك 10 سنين، مرق هيك؟ يعني كنت اوكي، قلت لي انه كنتوا مش حاسين بفرق، كنت عايش عم تتعلم بمدرسه درزيه، ما كان عندك بس قد ايه قطع صعب عليك؟ يمكن في اشخاص من عائلتك يمكن خسرتهم ولا لا؟ انت صار معك في لك رفاق اللي بيعرفوا انه في فتره قصيره، يعني وقت الاجتياح الاسرائيلي على الجبل، اكيد الميليشيات اخذت كل الشباب هن عمر فوق 15، وانا كنت بيناتهم، عمري كان 16. هلا الملفت وكل رفاق بيعرفوا هيدا الشيء، انه الجعبه بظهرك ما كان فيها خرطوش، كان فيها كتب. ما كنت قادر اني اتقبل على الاطلاق انه انا رح وقف مدرستي، رح وقف علمي وما حقق امنياتي. كنت يمكن طفل ضد الحرب. حلو، من انت وصغير فهيدا بس عشت. قلت لي كانت صعبه الحرب عليك بال 75. بتصور يعني انا امي كانت بحصار دير القمر، وانا كنت ببيروت، نزلت على مستشفى، كان عندي وجع براسي ما قدرت ارجع. امي طلعت من ضيعتها على دير القمر وعاشت حصار دير القمر، انا ببيروت وامي فوق لوحدك. نعم. طيب وشو صار؟ كان جدا صعب. كان في بيت اختي كنت قاعد معهم، عندها عائلتها، هي ساكنه ببيروت، بس كنت عايش وقت كثير صعب، ورحنا والهجره اخذتني على قبرص. حتى تهجرت على قبرص ورجعنا على بيروت، وكان كمان مشروع هجره الى كندا. عشت تروما فهيدا الوضع بهيديك المرحله؟ ما تتصور قديش كان صعب، انما انغمست انشغلت ببناء السلام من هيداك الوقت. يعني كل المظاهرات اللي كانت على المتحف، ما تحمل حقد بقلبك، كل المظاهرات اللي كانت على المتحف كنت انا اللي شرف كان اني شارك فيها. حلو. كنت شارك فيها كمناضل على الارض، يعني خلق السلام بقلبه. فيني اسال سؤال كثير مهم؟ بالعمر اللي ذكرته، مين كان القائد او الايدل للسلام بوقتها بالنسبه لك واقتضيت فيه؟ شوفي، هيدا يمكن انا سالته لحالي، انه انا ما قريت غاندي، رحت لعنده. ما قريت انا مارتن لوثر كينج، انا ما قريت نيلسون مانديلا، انما بعدين التجربه على الارض اللي انا عشتها والافكار اللي ترسخت عندي، صرت شوفها عم تلتقى معهم كانه هن قايلين وانا مش قاريهم.
فاللي كان أكثر عايشه هو مستقبلي وحلمي إنه ما كنت راضي أبداً الحرب تقدني مطرح ما هي بدها، أنا لازم أروح مطرح ما أنا بدي. فهيدا المشهد كان صراع داخلي. بنفس الوقت السعافة الداخلية أهلك لهم دور بهالعملية، يمكن لحد كبير لحد كبير بي يمكن الله يرحمه، لأنه كان يتعاطى تجارة مواشي. وتجارة المواشي نحن بمجتمع زراعي بالجبل، والضيعة فيها بيبقى مزارعين، بيبقى تاجر أو اثنين تجار المواشي، هن يلي بنخلطوا مع الناس. ولأنه العالم كانت تروح ما تقدر ترجع بالسيارة لحد كبير وقت يصير الليل، كانت تنام عند بعضها. فأنا بذكر كتير منيح قليل الليل يلي أنا نايم فيه ببيتنا، مع أنه في مشايخ دروس زينين ببيتنا. فكان أنا جزء من ومن هون كان أنه أنا بعتني بي على مدرسة درزي البيت يعني أنا بتقول هون دايما بقول أنت شو الأهم عندك، الأم اللي خلفتك ولا الأم اللي ربتك؟ أنا خلقت بهاي الضيعة، إنما أنا تربيت بعبيت بضيعة درزي يعني أنا بالمدرسة التنوخية أنا كنت روح على سيد بقام سيد عبدالله، وأنا عيش مثل الاخوان اللي نفس الشيء، فجزء من ثقافتي. فما قدرت الحرب تقول لي هيدا اخر هيدا عدوك، بالعكس كنت شوف انا نفس اللهجه احكيها، نفس الثقافه اولى ونفس الحلم اهل بلدي لمنطقه شان. واليوم انا نازل من فوق، اليوم انا جاي على الاجتماع من منطقه عزيزه علي جدا، عم نبني مؤسسات سوا بجميع الميادين سوا، مقيمين وعائدين. وتجربتي كانت حتى مع وزارة المهجرين بموضوع المصالحات، العمل على تثبيت المقيمين هو أسرع طريق لعودة المهجرين. لأنه اليوم بدي أحمل همك، واللي ضربني بقدر أعطي تشبيه واحد عليه، أنت ماشي على الطريق ما بتشوف إلا حدا ضربك بعصا طلعت فيه أنت بغضب رهيب، أنه شو ضربني شو بدي أعمل فيه، بشوف الشخص اللي وراي إنسان كفيف عم يتلمس طريقه، دغري تحولت أنا من لحظة غضب إلى لحظة تعاطف. قدمت ومسكت معه، لأنا اللي كنت عم بنضرب ما كنت أنا عم بنضرب، كان هيدا الإنسان خايف على وجوده مثل هالضرير اللي ماشي. قادر شوف هيدا المشهد، هيدا دعوتنا لكل اللبنانيين، ما في لبناني عدو للآخر، نحن عم نعاني خوف متبادل. هون اسمحي لي بس هيك أختم بشي سريع بس ما بيقدر ما حدا بيقدر يبني سلام على قاعدة إهدار حقوق، لا حقوق إنسان ولا حقوق شعوب بتقرير مصيرها ولا حقوق أوطان بسيرتها واستقلالها، والخيارات السلمية واللا عنفية هي كافية لإحقاق كل الحقوق ولحتى نتقدم ونتطور بمجتمعاتنا. وبعد نقطة أخيرة، نحن عنا نصب، النصب اسمه أمل السلام، هيدا النصب انعمل مع نهاية الحرب اللبنانية، العالم ما بتعرف فيه، العالم مش سامع عنه، وهو أكبر نصب من ناحية الحجم بالعالم وأهم نصب بمضمونه، هو منطقة دفن للإنسان، الإنسان من التراب وإلى التراب يعود، ندفنه تحت الأرض، في مدفن مقلوب لحتى العالم ده اللي تشوفه على مدخل قائم على مدخل وزارة الدفاع، هو مبنى ضخم فيه آلاف القطع السلاح اللي هي مدفونة، هول قتلنا بعضنا فيهم يا لبنانية، هول بدنا ندفنهم، هيدا اللغة ما بدنا نعتمدها، يلي بدنا نعتمده هو الحوار ثم الحوار. وهون كمان نقطة أخيرة اللي قالته الحقيقة كتير مهم، نحن ما بس بدنا عدالة انتقالية، كمان بدنا peace education ثقافة سلام. ميثاق اليونسكو بيقول إذا كانت الحروب في عقول الناس تبدأ، ففي هذه العقول يجب أن تبنى ثقافة السلام. في عدة، العدة هو الإنسان أولا يلي بعبيه حقد يلي حكى عليه قبل شوي أسعد، ويلي آخر شيء بعطيه السلاح بقول له تفضل عمول شغلك. لا، هول الناس بدنا نعبيهم مجموعة من القيم، بدنا نعبيهم مجموعة من المعارف. بتقول له والله، بيقول لي والله أنا جربت الوسائل السلمية، تعال اسأليه شو الوسائل السلمية، حدا بيجاوبك ما بيعرف، تعرف فسري له وفرجيه وين صار تقدم بالعالم عبر اللاعرف، ما بيعرف. هنالك مجموعة من المعارف، هنالك مجموعة من المهارات، كيف بنحل نزاعاتنا نحن؟ على طول نحن بنتربى على آخر حللنا نزاعاتنا، وهون بتعرف هيدا الموضوع، بالبيت وقت تكون الأولاد عم يتخانقوا وبتجي الأم بتحلها، لا، بالمدرسة الأستاذ المعلمة، من هيك وقت توصل نحن على طاولة مجلس وزراء وبنصير بالطبقة العليا بالسياسة وحكم البلد، بننطر نحن بالطائف نحلها أو الفرنساوي يجي يحلها أو ما بعرف مين يجي يحلها، نحن مسؤولين عن مشاكلنا، بدنا نتربى هيك وبدنا نكمل هيك وبدنا ندير بلدنا بهي الطريقة. شكرا لك أستاذ سعد، حماسه فعلا بيحكي من قلبه من روحه.
روحه من عقله. بحب كثير هذا الشيء انا، وهذا دليل ايمان وسلام داخلي. بس انا بدي اقول شيء، بدي كلمه اخيره منك. ايه انه بما انه هو سالته السؤال مين الايدل، كان لانه بعمر اللي هو بلش فيه وكانت موجود الحرب، هو عمر الادوليسانس يلي هو عمر حب الانتماء لمجموعه معينه، وعاده بس تنتمي لمجموعه معينه تلقائيا بنصير نحن اعداء مع المجموعه الاخرى لانه هي مختلفه عننا، وهون بتصير بيزداد التنافس والعداوه والكره والمبارزه بمين اقوى ومين بيكون عدواني اكثر من الثاني، لانه نحن ما عم نعترف بالاخر. فشابو له انه هو بوسط مجموعه ما اخذته اذا بدي اقول لك عواصف الانتماء والتماهي بالقائد او المعتدي اللي هو عم بيكون فعلا عم بيكون بشكل سلبي عم بنمي شخصيته او الانتقام. صح، تحية لك استاذ فادي، وان شاء الله يعني يوصل صوتك، ونحن بهمنا يعني الصغار قبل الكبار كمان يكونوا عم يطلعوا. بدنا الخطاب ناخده على السياسه من هيك نحن على حزب القدر يلي يقبل باللعب. استاذ اسعد شكرا لك دكتور نور، بدي اختم معك استاذ اسعد، انت بدك تقول لي بشو بدك تقول كلمه اخيره. انا سجلت ثلاث شغلات حلوه سريعا بسرعه بسرعه بسرعه. فادي اللي قلته موضوع النصب، بمره من المرات كنا عم نزور احد السياسيين وطرحنا عليه فكره ينعمل نصب وطني طالع من الناس، مش الحكومه تعمله مثل النصب اللي تفضلت فيه، اللي حاب ارمون فرنسي اللي عمله، طالع من الناس يحط كل الشهداء يلي سقطوا كل الناس. نعم. هلا ديفينيسيون الشهيد. نعم. نصب واحد وين ما كان. نعم. هيدا النايب لا هنيك قال شغله كثير مهمه، انه بيرضى ينحط اسم احد اقربائه رابع لي يلي مات مقتولا حد اسم يلي قتله يلي مات كمان. صح. يعني نهار اللي بنوصل لهالشيء هيدا نصب وطني. انا بدي اشوف الامات كلهم اللبنانيات كلهم يجوا سوا يبكوا بفرد محل، مش المارونيه تبكي بمحل والارثوذكسيه تبكي بمحل، مش العوني يبكي بمحل والقوات يبكي بمحل. هيدا هدفي. شغله من المكونات تبع العداله الانتقاليه يلي ضروريه ونحن ما مارسناها ولحد هلا ما بنحب نعملها، بنحب نخبي الجاي تحت السجادة، هو موضوع الحقيقة. بدنا نعرف يا خيي، بدنا نعرف شو صار وليه صار تنتعلم. إذا ما عرفنا ليه صار ما رح نتعلم شيء. إذا سألونا أولادنا مش ما نجاوبهم، وعم نكرر حالنا بعدنا. نعم. في توعية. منعيد زيت المسببات ومنتظرين نتائج مختلفة. بدنا نتعلم. هيدي تالت شغلة. بأفريقيا رحت على رواندا، كنا عم نحكي هلأ برات الهواء، عاملين مؤسسة للمصالحة الوطنية، مؤسسة دائمة للمصالحة الوطنية. نعم. اشتغلت على المصالحة واشتغلت على الوحدة الوطنية وبعدها موجودة. استحيت من حالي نحن نعتبر حالنا البلد الراكي وهن الهمج، نحن الهمج سوري يعني، لأنه هالقصص ما بنعملها نحن. نحن أهم من هيك بكتير، نحن منخلي السياسي تبعونا يبوصوا بعضهم ومنعتبر أنه صارت المصالحة وكل جنتها. آخر شغلة، ومرض الأمراض عنا هو تكفي الفكرة الفضلت فيها، هي الأبلية. عنا أبلية مذهبية، أبلية مناطقية، أبلية سياسية، وأبلية ومجموعة على حق، وكل شيء بيطلع ولو كان عسل من عند البيين ما بيسوى. المر تبعنا أحلى من العسل تبعهم. ليش؟ ليش؟ ولازم نجتمع كلنا تحت قبيلة واحدة، قبيلة لبنان، ونخلص من القصة. يعني وآخر شعار، ما مهم مين على حق. بلبنان مقضينا أنا على حق، لا أنت على حق. المهم الحق وين؟ الحق محل ما قال فادي، هو دولة عادلة تنظر لكل أولادها على فرد مستوى وبتأمن لهم قصصهم تيبقوا ويعيشوا بكرامة. إذا ما عملنا هالشي هيدا رح نضلنا عايشين هالضغط وهالتنسيون يلي بيجونا من برا وبيستفيدوا من تفتتنا حتى يبنوا مشاريعهم هن، وأبصر لوين تخدنا مشاريعهم. شكرا لك استاذ اسعد. سؤالك عن انه نحن ما بنعطي اجابه للولد، هيدي انا بحب اعلق عليها. اذا ما اعطينا اجابه للولد هيدي بدها تترك ثغره نفسيه بدماغه، هيدي
بدها تتعبى بقلق وبهتلان هم وممكن اكتئاب بعدين. فقد ما فينا كأهل بالضبط قد ما فينا عم نعرف قد ما فينا نجاوب إجابة صحيحة كمان. 100% كمان. شكرا كثير لكم وان شاء الله تنذكر وان شاء الله تكون هيدي الحلقة وصلت المساج نتعلم منها تما تنعاد. بدي ارجع وجه اعز التعازي احر التعازي لعائلة باسكال سليمان وان شاء الله ما تنعاد الله يرحمه نفسه بالسما وللبنانيين اكيد لأن كل واحد فينا كل واحد بس ينصاب مين ما كان بهالبلد بدنا نتعلم انه كلنا بدنا ناذي الله يصبر اهله وعائلته. شكرا لكم مشاهدينا، خلصت حلقتنا لليله، موعدنا بيتجدد الاسبوع المقبل بحلقه جديده. الى اللقاء.